بسم الله الرحمن الرحيم، يعطيكم العافية. نتمنى للجميع السلامة والصحة. اليوم راح يكون موضوعنا جهازي الدعم والحركة. الجهاز الهيكلي اللي بضم العظام والمفاصل، والجهاز العضلي اللي بضم العضلات المختلفة. بتساعدنا هاي الأعضاء المختلفة على إكساب الجسم قوام ثابت والقدرة على الحركة وأداء الأعمال وحماية العديد من الأعضاء المهمة للجسم. كذلك تساعدنا على المشي وتحريك الأطراف واستخدام الأدوات. سنبدأ أولا بالجهاز الهيكلي. بيتكون الجهاز الهيكلي من العظام والمفاصل والغضاريف، ويقوم الجهاز الهيكلي بمجموعة من الوظائف، فهو يحمل أعضاء الجسم المختلفة ويعطي الجسم المرونة والقدرة على الحركة وتحريك الأطراف واستخدام الأدوات المختلفة. ويعتبر الجهاز الهيكلي مخزنا لمجموعة من المعادن والأملاح المختلفة، وتنتج في العظام خلايا الدم والخلايا المناعية من النوع B، كما أنه يحمي الأعضاء المهمة مثل الدماغ والقلب والرئتين. ويمتاز الهيكل العظمي بصلابته، فهو أقوى من المعادن. ويتكون الجهاز الهيكلي من 206 عظمات مختلفة الأشكال والأحجام والأطوال. ويتكون الهيكل العظمي من الهيكل العظمي المحوري، ويضم الجمجمة والقفص الصدري والعمود الفقري، والهيكل العظمي الطرفي بشقيه الأربطة والأطراف، الأطراف السفلية والأطراف العلوية، وعظام الحوض واللوح والترقوة. نبدأ الآن بأول مكونات الهيكل العظمي المحوري، الجمجمة، التي تمتلك عظاما مسطحة قصيرة وتقوم بحماية الدماغ، كما تمتلك مجموعة من المفاصل، منها المفاصل عديمة الحركة التي تسمى الدرازات، والمفاصل المتحركة مثل عضلات الفك السفلي التي تساهم في عملية الهضم الفيزيائي. وتساهم الجمجمة في حفظ شكل الوجه، كما تحمي عضوا مهما آخر إنه العين. دعونا ننتقل الآن إلى الجزء الثاني من الهيكل العظمي المحوري، العمود الفقري. يتكون من مجموعة من الفقرات، يوجد بينها أقراص تساهم في مرونة الجسم، وتتكون من خلالها الرقبة أو العنق والظهر والذيل في معظم الفقاريات، وتحمي فقراته الحبل الشوكي، وتساهم هذه الفقرات في مرونة الجسم. أما آخر مكونات الهيكل العظمي المحوري يسمى القفص الصدري، يقسم بالقص الذي يوازي العمود الفقري من الخلف. وتكون عظام الأضلاع منحنية نحو الخارج وقصيرة، لتستطيع حماية الرئتين والقلب، والكليتين،
ويتصل مع القفص الصدري الأربطة العلوية التي تعمل على حمل الأطراف العلوية وتسمى الترقوة من الناحية الأمامية ولوح الكتف من الناحية الخلفية، تعمل على ربط الأطراف العلوية مع الهيكل العظمي المحوري. أما مكونات الهيكل العظمي الطرفي فأولها الأطراف العلوية أو الأمامية، وترتبط عن طريق عظام الترقوة وعظام الكتف مع الهيكل العظمي المحوري، وتتكون من عظم العضد والكعبرة وعظمتا الساعد والزند. أما الأربطة السفلية وهي عظام الحوض، فتربط الهيكل العظمي الطرفي وخصوصا الأطراف السفلية مع الهيكل العظمي المحوري. الأطراف السفلية كما سنشاهد الآن هي من أطول العظام في الجسم، وتساعد على الحركة. حزام الحوض يربط الأطراف السفلية بالعمود الفقري، كما تقوم بحماية بعض الأعضاء المهمة مثل المثانة والجهاز التناسلي والأمعاء والمعدة والجهاز الهضمي. وتتكون الأطراف الخلفية أو السفلية من القصبة والشظية، ويتكون العظم الطويل من 4 مكونات: السمحاق والعظم الكثيف والعظم الإسفنجي بالإضافة إلى نخاع العظم. السمحاق نسيج ليفي متين يكسو جسم العظم من الخارج وتتخلله الأوعية الدموية. العظم الكثيف هو نسيج عظمي كثيف صلب يقع تحت السمحاق مباشرة، ويتميز بوجود أملاح الكالسيوم والفسفور، لذلك فهو أقصى أجزاء العظم الطويل. أما العظم الإسفنجي فيوجد في نهايات العظم ويكون ممتلئا بالنخاع العظمي الأحمر والأوعية الدموية، وهو أقل صلابة من العظم الكثيف. نخاع العظم يملأ القناة النخاعية العظمية وتتخلله الأوعية الدموية ويقوم بتكوين خلايا الدم. يعطيكم العافية. لا تنسى مراجعة الكتاب والملخص وأوراق العمل على موقع مدارس المحور.